طيب هنروح لقصه تانية كمان يا مصطفى، هي قصه معانا قصه حب لاستاذه كده او سيده اسمها ايه عبد الحميد. ايه عملت ايه بقى؟ قررت ان هي تقف جنب جوزها عبد الرحمن عشان تساعده وتوفر في مصاريف البيت، وتقدر ان هي يعني تخلي اولادها يتعلموا التعليم الكويس اللي هي عايزاه. اتعلمت بقى ايه يا مصطفى؟ قول لي انت. اتعلمت ايه؟ صيانه التكاتك. خليها مفاجاه. اتعلمت صيانه التوك توك، رغم توك توك انها يعني مهنه معروفه ان هي صعبه. يعني احنا نسمع عن واحده بتسوق عربيه ميكروباص ميني باص نقل، لكن توك توك دي كانت يعني صعبه حاجه شوي. جديده يعني فعلا صعبة. حاجه جديده يعني. كمان اصرت ان هي تدعم جوزها بكل الحب لحد ما نجحوا هما الاثنين في المهنه دي وفتحوا ورشه خاصه بيهم. احنا بنشوف النموذج ده كتير، ويمكن الغريب ان احنا نشوف النموذج ده في قرية من قرى مصر مع واحدة بتشارك جوزها في هذه الورشة. خلينا نشوف التقرير. اسمي ايه عبد الحميد شحاتة شريف، من قرية كمشيش تبع لمركز ترى محافظة المنوفية. في الاول متجوزه من 2014، قاعده بالايجار وعيشتنا على القد، وجوزي من نوع اللي هو الغلبان جدا، فكان واقف مثلا مع واحد صاحبه في ورشه، فبدا مثلا ان هو ايه عايز يفتح حاجه لنفسه، بدل مثلا ما يجي واحد مثلا يقول له لا انت تشتغل باللي انا اقول لك عليه هو اللي تشتغله. فبدات مثلا اعرف اسامي البضاعه الاول، الاسعار بتاعتها ماشيه ازاي، حفظت ديت مع ديت، خدت بقى من والدي وفتحت مثلا جبت شويه بضاعه وبدات بقى في المحل. فبدات بقى اشوفه مثلا هو بيحل ازاي ويربط ازاي، بدل مثلا ما يجي زبون ويقول له ما اناش فاضي دلوقتي، فقال لا انا هحل لك وانت تقفل، او انا هحل لك وتشوف المشكله ازاي واقفل مثلا مكانك وانت ظبط ورايا برضه. فبدانا نساعد بعض ونحط ايدنا على ايد بعض عشان خاطر عيالنا، ان انا معايا مريم وسندس 9 سنين و6 سنين. شغال الشغلانه دي بقالي 25 سنه، عيني تعبتني، رحت اكشف على عيني لقيتها صاحبة المحل التانية قالت لي ايه، احنا لما انا رجعت من الورشة قالت لي ايه احنا جبنا صنايعي تاني. كنت داخل معاها جمعية بسيطة كده، ادتها لي وخدت من حماها قرشين، اداني قرشين جبنا شوية بضاعة وقعدنا مع بعض ولقيتها بإيدي، ورزق يوم بيوم كتر خير. لا هي ست بنت راجل، هي تتعامل مع أي حد، وبقينا الناس كلها بتحبها في أي حتة، الناس بتحبها كتر خيرها تشكر، ومخليها بالها من عيالها ومخليها بالها مني ومخليها بالها من شغلها، وست مكافحة يعني. أنا شفته بيحل ويربط إزاي فأنا حبيت أتعلم، واللي عايز بيتعلم لو هيتعلم في يوم، بحيث إن هو معلش أنا كنت حابة أتعلم إن أنا أوسع على عيالي، مش إن أنا مثلا لا خلاص أنا قاعدة جنب شوية البضاعة يبقى هم جنب شوية البضاعة، لا انا حبيت ان انا اوسع من نفسي. واللي عايز يتعلم لو هيتعلم الحاجه، لو بيتعلمها في شهر لا ممكن يتعلمها في اسبوع في اتنين، المهم التركيز بتاع البني ادم اللي قدامه. ايوه انا مثلا بقوم الساعه 7 الصبح، في عندي عيله في الحضانه بتروح، اللي عندي في المدرسه بتروح، بقوم مثلا لو عندي غسيل عندي حاجه بقضيها، لما بروح برضك بقضي اللي ورايا لو في حاجه، لو انا مثلا ما عنديش شغل العصريه او كده بروح اعمل اكلي. يعني الحمد لله ربنا اللي بيوفق وربنا اللي عليه التدبير، احنا علينا مثلا بنقول هنعمل كذا وربنا هو بيمشيها من عنده. فانا الحمد لله من يوم لحد النهارده وربنا ممشيها، اللي ربنا عايزه هو اللي بيكون. انا اتمنى ان انا يبقى لي اوضه للبنات، اتمنى دي امنيتي في الدنيا، ان انا يبقى لي حته ملك عفوا انا وعيالي، بدل الايجار اللي احنا كل شهر بنخاف يجي علينا شهر مثلا ما يكونش فيه قد كده، لا ندور على غيره. انا بنتي لو محتاجه الجنيه اقول لها طيب لما ندفع الايجار خد اللي انت عاوزاه، وكده كده بجيب لهم اللي هم نفسهم فيه، بس اهم حاجه عند الايجار، لان انت معاك شقه ومحل، فاقل حاجه معلش يمكن بتدفع يجي 1500 في الشقه والمحل. الدنيا غاليه دلوقتي، وشوف بقى مصاريف ودروس وده وده، فكل واحد بيبقى نفسه في حاجه لعياله.
يعني زي ما كنا بنتكلم من شوية أنه يمكن دي من أصعب الشغلانات اللي ممكن أي سيدة تمتهنها، وهي صيانة التكاتك. يعني أنك تنزل تحت كده عربية أو توك توك وتقول هات المفتاح مش عارفة إيه، وشغلانة صعبة جدا على أي واحدة ست في الحقيقة. فإن هي تقرر أستاذة آية أن هي تنزل وتساعد جوزها وتقف جنبه عشان مصاريف البيت والأولاد، وتبقى هي قدوة ليهم ويساعدوا بعض في المصاريف. وكلنا عارف انا بحب قوي الناس اللي دايما عندها حلول للمشكله، يعني أي. تمام انا عندي مشكله، انا الدنيا غاليه عليا، طب يلا بقى نحل المشكله دي، هعمل ايه، هنتصرف ازاي. هي دي النقطه المهمه اللي انت قلتيها، يعني هي ما اتكسفتش، انا جوزي بيصين تكاتك، بيتعامل مع سواقين تكاتك، انا هنزل واشتغل معاه.